في الاخر رمضان صبح لصاحب القرار، في الاخر صاحب القرار النادي اللي بيلعب فيه في رمضان صبح، مش هو صاحب القرار. هو رمضان اللي هيقدر يفرض انت تفضل ليه ايه؟ لا اللي هو شايفه، اللي هو شايفه صح. انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي مهم عندي ان اللعيب يكون مرتاح نفسيا ويكون بيلعب وبيشارك في الماتشات، ده بالنسبه لي انا مش اكتر من كده. ونفس الكلام على طاهر، على اي واحد اي لعيب، انا يهمني اللعيب يشارك. هو المشكله واحنا ليه عملنا مسابقه 99؟ عشان اللعيبه تشارك. يعني انا بص يعني ايه ده اللي بدور عليه، انا بدور اللعيبه تشارك. يعني انا مش ممكن النهارده اضم لعيبه ما بتشاركش خالص. خليني اقول ان في الفتره اللي فاتت لما كنت بضم لعيبه مش بتشارك كان عندي الفرق الزمني قليل فبضطر اضم. لكن انا مش ممكن النهارده يكون عندي لعيب هيقعد السنه الجايه كلها وقاعد 6-7 شهور كمان ما كانش بيشارك قبلها ومن ساعه البطوله لغايه دلوقتي، وبعدين هيبقى اضمه ازاي؟ ما بيشاركش خالص في الماتشات. طب لو هو بيحافظ على التدريبات وبيحافظ على اللياقه وبيحافظ كل، لكن ما عندوش حساسيه المباريات. طب رمضان ما كلمكش يا كابتن مثلا بياخد رايك في الحاجات دي؟ طب السؤال المتكرر يا كابتن محمد صلاح والثلاثه الكبار يا سيدي، احنا لسه بدانا النشاط يا محمد. لما نبدا النشاط يا محمد تاني، محمد صلاح ده ايقونه للكره المصريه تمام، ودي كلمتك ليا. فخلاص يعني انت 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 بتتكلم في موضوع منتهي، يعني منتهي. اذا اتاحت الظروف والنادي سمح تاني مش هنقدر نقول لا. والنادي النادي كان وافق المره الاولى؟